مهرجان عود البطل بعد 19 ساعة عمل 7 مليون مشاهدة، وبعد كده اليوتيوب حذفه. طبعا كانت صدمة لحسن شاكوش وعمر كمال، صدمة كبيرة جدا، وقعدوا يعملوا مداخلات تليفونية مع برامج ويكتبوا كلام على الفيسبوك على صفحاتهم الرسمية. الموضوع بقى صعب جدا عليهم. بحثنا ورا الموضوع لقينا ان اللي كتب الشكوى فيهم في اليوتيوب واحد اسمه حسن جاكسون، عامل اغنية نفس اللحن اسمها خطفتني. انا سمعت خطفتني دي فعلا، لقيتها نفس اللحن بتاع عود البطل. المهم ان بعد 4 5 ساعات من وقف الاغنية على اليوتيوب، لقينا ان حسن شاكوش منزل الاغنية تاني من اول وجديد بلينك جديد، يعني عود البطل. واغنية خطفتني بتاعت جاكسون ده محذوفة، يعني اشتكوا بعض بقى، ما تفهمش في مشكلة حصلت. المهم ان احنا عايزين نعرف اللحن الاصلي بتاع مين، يعني بتاع جاكسون ولا بتاع شاكوش، لان الموضوع بقى مولع خالص على السوشيال ميديا. فحد يطلع يرد مين اللي عمل اللحن اصلا، مين الملحن، مين اللي عمل الاول، لان المفروض ما دام اليوتيوب حذف عود البطل الاول يبقى خطفتني هي اللي كانت نازله قبلها باسبوعين اصلا يعني. بس بعد كده ازاي اليوتيوب حذف خطفتني وحسن شاكوش نزل عود البطل عادي خالص؟ فاحنا مش محتاجين نفهم، احنا مش فاهمين خالص الموضوع. دي حاجة. الحاجة التانية ان نقابة المهن الموسيقية اصدرت قرار في بنود القيد ان في حاجة اسمها اداء فني. الاداء الفني ده معناه ان هما ممكن يكونوا بيلمحوا للمهرجانات او الاغاني الشعبية الضايعة دي، هيقننوها بحيث ان الناس دي يبقى ليها قيد في النقابة بصورة اداء فني مش مطربين يعني. فبرضو محتاجين توضيح اكتر، ومحتاجين نعرف الدنيا دي رايحة على فين، عشان المهرجانات شغلة دماغ ناس كتيرة وبقى لها جمهور كبير قوي، ولازم الناس اللي في النقابة تهتم بيه. سواء انت معارض او مؤيد للمهرجانات ما تقدرش تنكر ان هي بقى لها جمهور كبير. شكراً.